الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتين بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأ له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. سلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. سلوات الله وسلم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمة قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. سلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعة قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء سوت. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ به رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويهزنني ما يهزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم ورجس وطاهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي بن أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا
واستفان بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.